اللي بيحصل في الجزيرة الآن، اللي بيحصل في الجزيرة نموذج على الكرامة. أنا أقول لك المبرر شنو يخلي مواطن الجزيرة تحمل اللي بتحمله ده بحسابات الدنيا؟ اشرحوا لي. اشتاقل كان مطلعاه وقحت، ما زال أنا عاوزك تشرح لي بحسابات الدنيا. زول يكون أولاده ما في ومعه بيته ومعه زوجته قاعد في الجزيرة، ليه قاعدين في الجزيرة؟ ليه ما الناس بتنزح بتشيل شنطة؟ بنشوف صور ماشيين في الزلط، ناس ماشيين في نص الحلة، ناس بيركبوا بطاحات. ليه مواطن الجزيرة ليه ما عمل الحاجة دي؟ لأنه دي كرامة. كرامة في شنو يعني؟ يعني شنو أنت لما تكون واطع حواشة ما عطشانة لا 3 سنة حسب ما تكون السقت وسيدة ما يخليها؟ دي تفسيرك شنو للحاجة دي؟ تفسيركم شنو؟ الموضوع كان شنو؟ إنه يطلعوا المواطن السوداني استبدلوه بمواطن تاني. المواطن ده قال أنا ما طالع. قالوا له الجيش ما جاي، قال لهم ما طالع. قال الجيش وصل بيكا وانسحب، قال لهم ما طالع. الجيش متقدم في الفا يتقدم في الفاو ووصل وسنار وماشين وداك الكوبري بيننا وبينه 12 كيلو. الكلام ده تم 3 شهور، قال لهم ما مارق. الدعامه بيجيبوا ترعة بتاعت المويه، قال لهم ما مارق. دخلوا لهم في البين. دي كرامه بالمناسبه. في ناس مرقت وزنت حاجات تانية اكبر من الواطا واكبر من بيتك واكبر من عربيتك، تخلد عنها. في ناس ما عملوا الحاجه دي. ده نموذج احنا بنحتذي به، ده نموذج بنقول الحمد لله انه شفناه في الامه السودانيه. احنا بنفتخر بالشعب السوداني في الفاجر، بنفتخر بالشعب السوداني في بابنوسة، بنفتخر بالشعب السوداني في الجزيره. ده نموذج في العالم انت ما شفته. دي كرامه بالمناسبه. تعال هزك اي موقف، اتراجع، اضعف، اتكسر، ابكي، تعال شوف النموذج بتاع الناس اللي قاعدين الجيش ما قادر يوصلهم اصلا عشان يجين. اتفقوا مع الدعم السريع، قال لهم بنتفق قاعدين في الواطه دي. شنو يعني انه اتفق مع كيكل؟ هو ما شايف كيكل زول. هو ما اتفق مع كيكل لانه والله يا اخي كيكل شايف فيه مشروعه، وكيكل ممكن يحكم. كيكل ما بيقدر يعلن حكومه في السودان ولا يستطيع انه يحكم، وما بيقدر يحدد مقر، ما بيقدر يقول انا حاكم ولايه الجزيره من مباني الولايه في مدني ما بيقدر. ولا يوم الدين ما حيقدر، هو عارف الحاجه دي. المواطن قال له يا اخي اقعد، احتووا الدعامه ما في مشكله، احتووا لشنو؟ لحد ما الجيش يصير على يد المواطنين. ربنا سبحانه وتعالى شوف العمليه بتاعت الظلم دي، الظلم ده واحدة من القيم اللي بتوريك انه في اله موجود. اذا كنت ملحد او ما مؤمن بوجود اله تجد حاسب الحاجة دي. احنا في الدنيا بنتعامل بشنو؟ بنحتكم لشنو؟ للقوانين. ممتاز. بمنطق زول ويجي في النهاية يمشي يقول لك يا اخي مشى الى الفناء، ما مشى الى الفناء، في جهة هتحاسبه. الظلم ده واحدة من الادلة على وجود الله عز وجل. لا يمكن تحصل خلل في السنن الكونية. واحدة من الحاجات اللي بتخلي الناس تؤمن بالله، تزيد إيمان وثقة في الله عز وجل، هي دعواتك على الظالم. لازم تشوفه تتحقق، ما بترتاح. ترجع تاريخ ولا محتاج أقرأ فيزياء ولا محتاج أقرأ جغرافيا، كذاب، ما بتقدر. سنن كونية حتتبلى، حتتبلى. موضوع ده إحنا موضوع أنا أحضر البل ده موضوع تاني. موضوع إنك أنت حتتبلى أنت ده موضوع أكيد. موضوع انا احضر البلده واضح، ممكن اكون ربنا يميت في حاضر، ممكن اختفي، ممكن امرض كله، لكن انت حتتبلى. دي خدها في راسك. الدعام الصغير انا بوريك الكلام ده، والدعام الكبير، الضابط، القياده، انتوا حتتبلوا. اقسم بالله العظيم ما فيكم زول يمرك، ما في. المحاولات حسي حقت الدخول بصيغه انه احنا والله في قبائل دار تجي تقعد مع البرهان. موضوع بتاع القبائل تقعد مع البرهان، قياداتها رات انه المسألة دي حتمشي مع قيادات وفاهم الحاجة دي. الخلافات ده طبعا لأنه ما عنده قيادة، لكن بيطمنوا الدعامة، بيقولوا لهم البرهان هرب من المعركة، هرب من من القيادة، مش قاعد في بورسودان. الدعامة عنده سؤال بيخطر في باله. بالمناسبة الدعامة بيفهموا، عندهم فطرة كويسة، بيك لا إلا تطير. بيسألوا لقيادات، هو البرهان ده مشى هرب من القيادة، مشى بورسودان، أي ما قاعد يعني. طيب وين حميتي؟ لا تستطيع أن تجيب. وين حميتي؟ وين عبد الرحيم؟ أين عبد الرحيم دلقوا؟ قادتكم الكيزان هربوا؟ أي هربوا، وكيزان وفلول وأي حاجة. وين عبد الرحيم؟ جاوب على الدعامة، ما تجاوب علينا. أنا لو بسمع لي كلام برما ولو أنا بسمع لي كلام حمدوك، أما كنا بقينا دعامة زيهم، إحنا ما بنسمع لهم. فأنا ما برد على حمدوك ولا برد على اتهامات برما ولا لي خالص سلك ولا لي قحط، أنا ما بسمع لهم. أنا ما برد عليها إنه يقول لي قياداتك هربت، هو هربت كيف قاعد في بورسودان؟ هربت كيف بيجي كل يوم الثاني فاطر في كرري؟ هربت كيف؟ انا داير افهم مقارنه بين وين فنيه حاضر، وين عبد الرحيم؟
المعركة دي دورت مركزية المعركة في الخرطوم، قوة قواتك في شرق النيل يا عبد الرحيم، خليك راجل زي هس البرهان ده، منو المعارفه في الكوكب لما طيارته تنزل الهليكوبتر في كرري، منو المعارفه؟ طيارة مفاجأة للرئيس مجلس السيادة إلى كرري. عبد الرحيم انت ليه ما بتسهر في 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 مناطق سيطرتك في شرق النيل؟ ليه ما بتسهر مع قواتك؟ لأنها ما قواتك، لأنك انت ما قائد، لانه الحاجه اللي انت مطلوبه منك تشعل البلد دي والزح بيجي زول بعديك يتم الشغل. الموضوع ده الخطه دي فشلت، فدي احنا بنعتبرها واحده من الكرامات ولله الحمد والمنه. اللي بيحصل في السودان ده كرامه، الناس كلها تؤمن بالحاجه دي. اللي بيحصل في السودان ده معجزه، بل عسكريه معجزه. الليله احنا بنتكلم عن القوات وبنقول والله يا اخي الجيش الفتره اللي فاتت كان عنده نقص بتاع، بيطلع زول في لايف بيقول لك يا اخي ما تسمعوا الاشاعات دي، الجيش امبارح استلم. كيف اشاعات؟ انت ما بتناقض في روحك. انا قلت الجيش الفتره اللي فاتت يا اخواننا ما عنده الفتره اللي فاتت دي كلها رجعنا انسحبنا من حتات ما عندنا سلاح. سبب الحقيقه، وانا ما قاعد اكذب ولا بضار للجيش ولا بضار للمواطن، والله يا اخواننا وصلنا الحته دي وما عندنا. تسمعوا الاشاعات، الجيش تمام والجيش اموره طيبه. كيف اموره طيبه؟ قال استلام، بنقول الجيش ما له ما اتحرك. يا اخواننا اسمعوا اخوانكم واولادكم اللي قاعدين في المعسكرات ديل، الموضوع ده ما لانه والله البرهان ما فكر، يقول انه الجيش ما دخل الجزيره لانه البرهان وقف القوات. ان اكبر من الكلام اللي انا بقوله، ولنفترض كلامي شائع مع عسكريا كويس ماله، خذلوا عني بما خطه الجيش بيقام، مش توري الواحد انك انت عندك قوه عشان ما يجهز لك شديد، ما تخليكم حمير. انا بقول كلام محسوب مدروس متكتك، اسمع الكلام اللي بقوله ما تطلع تعمل لايف تغالط في الكلام ده. انا عارف بقول في شنو، انت ما عارف، لكن انت ما عارف هنا 30 تاتشر حيمشوا لي ب 300 تاتشر، انت ما عندك مخ ولا شنو؟ ما اني امن، انت مالك بتوريه، انت مستعجل مالك وجيشنا بقواته. طيب الناس حيسالوك ليه ما خشيت الجزيره؟ حتقول لهم لانه البرهان وقياده قائد المنطقه وده الخيانه وما حتنتصروا بيهم. منو قال لك ما حننتصر بيهم؟ جبت الكلام ده من وين انت؟ شايف انت اتجاوزت حته مشيت عملت فر، قلت انه البرهان مثبت، حلو صرف. انت قبل كده كنت بتقول لنا في 2019 لا يمكن ان يجري الله الحق على يد البرهان وحمدوك وحميدتي، هسه جيت وقفت مع البرهان، كيف الحق والانتصار حيجي على يد البرهان؟ دي مغالطه فقهيه وفكريه، انا حرد لك على الحاجه دي. الله عز وجل على لسان النبي اوحى له انه يقول دعاء، قال شنو؟ قال اللهم اعز الاسلام باحد العمرين. بتعرفوا عمر بن الخطاب ولا ما بتعرفوه؟ سيدنا عمر، لا كان ما كان سيدنا. قال هم اعز الاسلام، انا وانت حسي عزتنا دي بسبب واحده من اسباب عزتنا دي دعوه النبي في عمر بن الخطاب. اللهم اعز الاسلام باحد العمرين. البرهان ربنا ما كان حيجري على يده الحق لما كان وزير رئيس وزراءه حمدوك ومستشاره خالد سلك ورئيس قواته حميدتي، ما كان حيجيب الحق. الليله البرهان حول الشعب السوداني ولا ما بينتصر؟ بينتصر ولا ما بينتصر؟ البرهان ده زمان لما كان بيقعد في طرابيزه يمينه صلاح مناع وشماله حمدوك، ده ينتصر بوين؟ قدامه في الطرابيزه الامضى الثاني كان حمد حميتي، ده ينتصر بوين؟ والله اليوم الدين ما ينتصر. لما كان ماشي معاهم ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن ان يجري الحق على يد البرهان. هسه الليله في طرابيزته في منو البرهان؟ اللي في يمينك شوف في منو، في اللي في شمالك في منو، افتح الاخبار شوف اللي بيدخلوا له المكتب بتاعه منو يوميا. وبيدي لهم لشنو؟ لما كان حوله نوعية الحرية والتغيير ومستشارينه مدني عباس مدني، وكان في مجلس سيادته الهادي ادريس والطاهر حجر، ما كان بينتصر البرهان؟ لا يمكن ينتصر، ما بينتصر. لما يتكلموا الناس عن انه المدينه ومكه الفرق فيها في المسلمين كانوا محاصرين والمسلمين كان فيهم العتاة، النبي صلى الله عليه وسلم غير المنطقه وغير القياده بتاعته. جاء المدينه غير القياده وغير غير البيئه حقته وغير القياده وظهرت قيادات جديده. كان هناك في الوليد بن المغيره بتعمل معه شنو؟ وحيد مكه. تعمل معه شنو الوليد بن المغيره؟ قال ذرني ومن خلقت وحيدا. وحيد يعني شنو؟ وحيد مكة في أي حاجة نمبر ون كان. وليد بن المغيرة كان نمبر ون، بيجي عاين كده بيقول الوفادة والرفادة وصغاية حجاج بيت الله علي أنا. بنظفه زي ما شوف شغل الكهنة الكبار زمان،
استقبل الغوافل دي كلها إقامة الحج، يؤدوا طقوس الحج كل سنة، بيحجوا لبيت الله ده بطقوسهم وبأوثانهم وبأصنام 360 صنم، كلها بيصرف على الوليد ده بس براه كده كده كده. علم كان الوليد، سيادة الوليد، شرف، نسب، أي حاجة. اتغيرت البيئة. قال عز الإسلام بأحد العمر، عمرو بن العاص، النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، والله العظيم. لا 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 لا، عمرو بن العاص، سيدنا عمرو بن العاص، كلام بيختلف. أعز به الإسلام فاتح مصر، عمرو بن العاص. دي كانت الاستراتيجية، أعز الإسلام بالاستراتيجية والتكتيك والقدرة على السياسة، كنا محتاجين البيئة. وأضيف ناس، النبي طلع في جبل أحد قال اثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. النبي صلى الله عليه وسلم وشهادته لنفسه بالنبوة، والصديق عمر أبو بكر الصديق، وشهيدان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، دي عناصر الانتصار. لكن البرهان في 2019 وفي 20 وفي 21 وفي 22 انتصر كيف؟ انتصر كيف ومستشار رئيس وزرائه ياسر عرمان ما بنتصر؟ والله والله اليوم الدين ما ينتصر. زحى من حمدوك، زحى من ياسر عرمان، زحى من حميتي، بينتصر. الناس بيقولوا ما في تغيير في الناس، لا بيتغيروا. الله سبحانه وتعالى وراني انه في تغيير بيحصل. اي زول في طبيعته التغيير صعب جدا. لو جيت حس رجعت الامتحانات التامنة وامتحانات الشهادة السودانية الثانوية، لو كنت جايب مثلا 216 200 تلقاها في السنة